ولدت يتيمة الأب ولم تتزوج الفنانة سمر سامي وسبب تركها المدرسة مبكرا، واشترت مزرعة ولم تتذوق زيتها ومعلومات لأول مرة عنها. أهلا بكم، سمر سامي فنانة سورية شهيرة صاحبة موهبة فنية عالية، تشعر المشاهد أنها تعطي من كل شخصية تجسدها قطعة من روحها، لذلك كان حضورها في الدراما السورية متفردا لا شبيه له. لعبت الصدفة في مسيرة الفنانة سمر سامي دورا كبيرا، فقد قادتها لأن تصبح مغنية في نادي الموكامبو في حلب، وهي أيضا التي جمعتها بالمخرج محمد فردوس أتاسي، فمنحت أول أدوارها التلفزيونية. الفنانة السورية سمر سامي عمرها 64 عام، ولدت في 5 مارس عام 56 في مدينة حمص السورية. ولدت لأسرة فقيرة تعيش في حي الخالدية، وقد ذاقت مرارة اليتم في سن صغيرة، فتربت في أحضان والدتها وبين خالاتها. توفي والد سمر سامي قبل ولادتها بعدة أشهر، فتربت ما بين خالاتها اللاتي كان بعضهن في مثل عمرها أو أكبر قليلا، تربت بينهن في بيت جدها وتحت رعايته ورعاية والدتها. تتمتع الفنانة سمر سامي بثقافة واسعة، فهي شغوفة بالكتب والقراءة لأبعد حد، لكن اللافت في حياة هذه السيدة المثقفة أنها تركت المدرسة في سن مبكرة ولم تلتحق بالجامعة وتولت التعليم نفسها بنفسها. السبب وراء تركها المدرسة الابتدائية كانت معلمة عاقبتها على فعل لم ترتكبه، حيث دخلت إلى الصف الذي يعمه الشغب، ولاحظت صمت التلميذة الصغيرة سمر سامي وانشغالها بمراقبة الساحة الخارجية من النافذة، فأصرت على عقابها مع البقية. وكانت سمر سامي طفلة حساسة لم تحتمل عصا واحدة على يديها، فظلت صامتة عدة أيام ترفض الحديث وترفض الذهاب إلى المدرسة. وفي النهاية صارحت والدتها بالأمر، وقد اتخذت قرار عدم العودة إلى مقاعد الدراسة. اليتم والفقر ليسوا أسوأ ما في حياة الفنانة سمر سامي، فقد جربت فقد الأحبة في سن صغيرة للغاية، فقد فقدت صديقتها وتوأم روحها صفية، حيث فقدتها في حادثة مروعة وقد كانتا في 5 من العمر. في صباح أحد الأعياد خرجت الطفلتان سمر وصفية متوجهتان إلى اللعب بالمراجيح، وكان عليهما عبور شارع رئيسي عند مدخل حمص للوصول. وعلى حين غرة أفلتت صفية يد صديقتها لعبور الشارع، فصدمتها شاحنة مسرعة، وكان هذا المشهد المروع بداية إدراكها لماهية الموت. وعندما أصبحت الفنانة سمر سامي صبية منعت من الخروج للعب مع أطفال الشارع، فكانت أوقات فراغها طويلة للغاية، ما دفعها لاستكشاف بعض الكتب التي تركها زوج خالتها المتوفي، وبعد عدة سنوات أصبحت الكتب والقراءة كل حياتها. عاشت سامي في عزلة عن الآخرين مكتفية بالعوالم التي تزورها من خلال الكتب، الأمر الذي أقلق والدتها، فعرضت عليها أن تزور إحدى صديقاتها في دمشق، وكان لهذه الصديقة ابن في مثل عمر سمر ترقص في فرقة للفنون الشعبية. هذه الزيارة غيرت حياة الشابة سمر سامي تماما. الفنانة سمر سامي والفنانة دانا مارديني. فقد رافقت صديقتها الجديدة في عرض لها في نادي الموكامبو، وهناك رآها مدير المكان فطلب منها أن تغني ليكتشف أن لديها صوتا جميلا، فعرض عليها العمل في النادي كمطربة. هكذا بدأت الفنانة سمر سامي مسيرتها الفنية كمطربة شابة عام 74،
وبعد 4 سنوات من الغناء قررت أن تنضم لنقابة الفنانين السوريين كمطربة، فتوجهت لمبنى نقابة الفنانين في دمشق، وهناك التقت مصادفة بالمخرج محمد فردوس أتاسي الذي كان يبحث عن شابة في مثل عمرها لدور في مسلسله الجديد. سألها الأتاسي الذي لفته جمالها الهادئ هل تمثلين؟ أجابت لا أعرف التمثيل لكن أرغب في التجريب، فقال لها فلنجرب إذن، ومنحها دورا في مسلسله أحلام منتصف الليل الذي عرض في عام 79. في نفس العام لفتت أنظار المخرج هيثم حقي فمنحها دورا في مسلسل الوسيط. إلى جانب ذلك استمرت في عملها كمطربة في نادي الموكامبو حتى عام 80، حيث نقلت إقامتها للعاصمة السورية دمشق وبدأت مشوارها الفني كممثلة. شاركت الفنانة سمر سامي في عشرات المسلسلات التي تنوعت ما بين التراجيديا والدراما الاجتماعية وأعمال البيئة الشامية. وتعيش الفنانة سمر سامي في بيتها منطقة جرمانة بريف دمشق، والذي جعلت منه مأوى لبعض الأسر النازحة عن مدينتها حمص عام 2012، حيث تقضي سمر فراغها في قراءة الكتب ومشاهدة الأفلام. والفنانة سمر سامي لم تتزوج حتى الآن، وبالتالي لم ترزق بالأبناء، ودائما ما تلاحقها شائعة أنها تزوجت وأنجبت الفنانة الشابة دانا مارديني، وذلك نظرا للتشابه اللافت بينهما، لكنها شائعة عنفتها مارديني وسامي عدة مرات. والفنانة سمر سامي محبة للطبيعة، وقد اشترت مزرعة في مسقط رأسها حمص قبل أحداث الحراك الشعبي السوري حتى تتمكن من العودة للطبيعة عندما تريد. وعن ذلك صرحت في أحد الحوارات الصحفية: كنت أحلم أن أتمكن من العودة كليا إلى الطبيعة في حمص، اشتريت مزرعة ب300 شجرة زيتون، إضافة إلى أشجار إدراخ وإجاص و20 شجرة رمان. حلمت بجعل هذه المزرعة مكانا للمتعبين والمرضى، سعيدة جدا بها، نذرت ألا أتذوق زيتها الأول. وتابعت: وأنا أحب زيت الزيتون، وبعد عصر الزيتون وفق لائحة وضعتها بين حمص والشام وزعته على أناس يعنيهم أن يصلهم زيت الزيتون، جاءت الحرب وابتعدت الأرض ولم أتذوق زيتها بعد.